بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، يخوض المنتخب الوطني مباراة الجولة الخامسة أمام نظيره الغيني بأريحية وهدوء نفسي، وهو ما سيجعل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يستغل المواجهة المرتقبة على ملعب مالابو لإشراك الأسماء الجديدة على شكلة مهاجم نادي كوبنهاغن الدنماركي أمين شياخة، ومحاولة تجريب خطط وأساليب فنية متنوعة قد تفيد المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات، خاصة وأن جل الركائز قدمت مستوى مقبول مع أنديتها بالخصوص على مستوى الخط الخلفي بقيادة لاعب ليل الفرنسي عيسى ماندي ومدافع بوروسيا دورتموند رامي بالسبعين. المنتخب الوطني سيحاول تسيير المواجهة بأقل جهد ممكن وتفادي الإصابات على أرضية قد تعقد المأمورية أمام منتخب غيني عنيد. معطيات مباراة الجزائر غينيا ستعرف غياب الثنائي بشير بلومي وابراهيم مازا بسبب الإصابة، وعليه ركز الناخب الوطني في ندوته الصحفية الأخيرة على وجوب الحذر في التنقلات الإفريقية وعدم نسيان الهدف الرئيسي المسطر، وهو مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وتكوين منتخب تنافسي قوي.